تعالي حطوا الحاجات هنا. يلا جو يا سمورة. سمورة نعم يا سيل. انت لسه متضايقة؟ والنبي يا سمر عشان خاطري لا تفك. يعني انت عاملة كل ده على مجاهد؟ ده كان معفن. والله بجد ده كان بخيل ونتن وفاشل في شغل، عمره ما نجح في حاجة أساسا، ومعقد نفسيا. يعني والنبي كان ينوبك إيه لما تكملي مع راجل زي ده؟ يا سمر انت تستاهلي راجل أحسن من كده بكتير. وأنا طول عمري بقول الجوازة دي فاشلة أصلا، بس انت بقى اللي جريتي خلفتي منه البنتين، عامل لك إيه؟ وبعد كل ده يطلع خاين؟ ليه إن شاء الله؟ وده يتبص له أصلا؟ ده انت نفسك كنت عامشة إنك بصتي. أيوة كده اضحكي. والنبي لا تروقي يا سمر. الله أعلم، محدش عارف، يمكن ربنا يكون عامل كده للأحسن. تعالي تعالي أنا عايزة أوريكي مفاجأة عاملاها لك. بصي بصي أنا جبت للبنات إيه؟ بصي وجبت لك كمان هدوم أنت والبنات عشان تلبسوا وتتشيكوا وتبقي أحلى أم وبنتين في مصر. ونسيب بقى الهدوم بتاعت إعدادية دي، وريني كده. أيوه هي بتاعت إعدادية وأنا هتوه عنها. تعالي وحياتك عندي لا خليكي عمرك ما تحتاجي حاجة أبدا، وتحسي بالأمان أكتر ما كنتي مع مجاهد ده وزيادة. وفي نفس الوقت مصير اجيبهولك في يوم من الايام لحد عندك يترجاكي كده، وانت اللي تقولي له لا. وبيقولي وسيله قالت. ربنا يخليكي ليا يا احن واجمل اخت في الدنيا دي كلها. يخليكي ليا يا روحي. بس انا مش عايزه اتقل عليكي اكتر من كده، كفايه انا والبنات قاعدين معاكي وانت اللي بتصرفي علينا. لا ده انت هبله بقى بجد. بقولك يا سمر، اولا دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا، وده اللي ريقي ناشف بحاول افهمه لكم من يوم ما استلمت الثروه ومفيش حد بيسمعني. تاني حاجة بقى، مين اللي قالك انك هتعيشي على علي؟ يا سمر انا مش في دماغي انك تعيشي معايا زي ما كنتي مع مجاهد. لا ليكي شخصيتك لوحدك ولا ليكي فلوسك لوحدك، لا 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 لا. انا عايزاكي يبقى ليكي شخصيتك المستقلة، ما تبقيش محتاجة أي راجل في يوم من الأيام، لا مجاهد ولا غيره. عشان كده أنا قررت انك تنزلي معايا الشغل من النهاردة، وهجيب لك بيبي سيتر للبنات عشان ما تشيليش همهم خالص. أظن بقى كده اللي هتبقي حاسة انك عالة ولا أي حاجة. كده انت هتبقي بتكسبي قرشك بنفسك، وهتبقي حاسه انك بتشاركي بالفلوس في البيت، يعني لو لقيتي البيت محتاجه اي حاجه هاتي، مش هقول لك حاجه، تمام كده؟ تمام قوي، بحبك قوي. وانا ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ما يحرمنيش منك ابدا. يخليكي ليا يا حبيبتي، يلا البسي بقى علشان نروح الشغل مع بعض.